مساء الخير عن جديد. وقت عم يصير معنا اي عارض صحي دغري العالم عم تلجأ للطب البديل، يعني منبلش نغلي نعنع ونشربه او ناخذ زهورات او معلقه عسل مع خل، ومن هالقصص اللي نحن متوارثينها اساسا. هالشي قديش صح قديش غلط خلونا نعرفه ضمن هالفقره، وتحديدا بموضوع الالتهابات البوليه مع الدكتور خالد الطباجي، اختصاصي بالجراحه البوليه. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا فيكم وشكرا لكم للاستضافه اللطيفه الجميله. شكرا لقناه سما اللي دائما بتخل توعينا وتخلينا عارفانين اكثر عن الطب البديل. خلينا ياك دكتور. دكتور، بما عم نحكي عن الطب البديل، يا ترى برايك هل الطب البديل ممكن يكون بديل للعلاج؟ فهي هل الفكره صحيحه ولا لا؟ هلا بدايه، ما انك انت عم اختصاص تغذيه، فنحن كمان ما فينا ننفي كل شيء، لازم نثبت اشياء ونحكي عن اشياء الصح. اللي بدنا نحكي انه ما في شيء يعني ما حدا من الاطباء او الصيادله او المخترعين بالمواد الدوائيه بينكر فضل الأعشاب، وأنه هي كانت سبب رئيسي لحتى نلاقي كثير من مركبات الدواء. مو بس الأعشاب، الأعشاب الفطريات تعيش عليها، الديدان بتعيش عليها، هي شغلات كانت على مدى العصور حتى فيها أسرار نحن لهلأ ممكن ما اكتشفناها. لكن أنه المريض يستغني عن الطبيب أو يستغني عن علاج مثبت علميا وعمل عليه دراسات كثير، مقابل شيء قال عنه جاره، شيء قال له عنه البزورية، شيء يعني أشياء أحيانا يندى لها الجبين. تتمشى أنت وأهلك بالبزورية بتسمع أحد المحلات أنه قاعد حجي وحاطط هيك وهيك كوع وعم بيقول سرطان بروستات، عطيه خلطة ميم جيم وعطيه وهكذا. فهو الموضوع لا والله يعني أحيانا بزيد عن حده، فهون نحن بدنا نرشد الاستخدام لهذا الموضوع. تمام. طب دكتور، شو هي الحالات اللي عن جد عم يفيد فيها خلينا نقول العلاج البديل أو الطب المكمل؟ برجع بأكد لك أنه العلم ما أثبت، لأنه حتى لو الأدوية هي مثل ما حكينا هي مستخلصات من أعشاب أو من حيوانات أو من غيرها، هي مش تحت دراسة بتركيز معين، دوز معين، كونسنتريشن معين لحتى تقاوم هذا المرض المعين. أما الأخذ كابر عن كابر أو شخص عن شخص أنه والله خذ من هي كمشة ومن هي غلية بالليل وهي حط لها لتر مي، أعتقد أنه هذا مو ضمن التراكيز، قد تكون أعلى من العلاج ونفوت بشيء اسمه سمية. وللأسف بمرضى السرطان منشوف كثير عندهم سمية كبد لتعدد الأعشاب. الدكتورة إذا بتأكد هالموضوع، في أعشاب كثير إذا انخلطت مع بعض تعمل مشاكل بالاستقلاب الكبدي، فبتفوتوا بسمية، منفوت بالمريض منلاقي بحبن وهي المشاكل، بتلاقي شربان عشبة معينة هي خلطة من الأعشاب. فالفكرة أنك كيف تعطي شيء بنسميه نحن الدوز العلاجي، شيء تحت الخط، في عنا خط بياني لكل الجرعات اللي بنعطيها دوائيا، لازم تكون بشيء اسمه الثيرابيتيك ويندو، تمام؟ تحتها مو كافي وفوقها فتنا بالسمية. فهون المشكلة بهالاستخدامات. طيب دكتور، هلا بما عم نحكي على المشروبات وعلى الأعشاب، دائما نحن بنسمع الأشخاص مثلا أنا معي التهاب أو معي رمل أو التهاب مجاري بولية أو معي بحصة، ارقد يا حبيبي روح انقع هالمشروب أو هالعشبة وش حطها مثل ما قلت كم ساعة واشربها. يا ترى فعلا المشروبات ممكن هي تفيد أو مثل أي شيء أو مثل قبل شوي ذكرت حضرتك أنه تكون سمية؟ نعم، هدول بيقولوا شراشيب الذرة. شراشيب الذرة تماما، زهرة صهيون. شو بدي اقول لك؟ لقلك شغلات بيجيبوا لي اياها على عيادة، يعني بصراحة ما انزل الله بها من سلطان. لكن الفكرة كالاتي، انا مع انه المريض ياخذ اي شيء معروف، يعني مثلا نفرض بابونج، نعنع، شيء معروف على مدى العصور ما ضر. اذا فادك ممكن يفيد، بس اهم شيء يكون ما يضرك، فما تاخذ شغلات مجهولة او شغلات حدا نصحك عنها، هي واحد. اثنين، مهم جدا اي شيء بهي الحالات الالتهابات والحصيات اللي راح اقول لكم اياه، انه انتم عم تطيبوا من شيء اسمه نحن بلاسيبو افكت، يعني صح. كذبه ضحكه. نحن ليش بنعطيكم احيانا حتى حب؟ ممكن اعطيك حب هو ما له علاقه بهالموضوع، ممكن اقول لك خذ حبه سيتامول 4 مرات باليوم وحرص عليك فيها. الفكره بدي اياك تاخذ كاسه المي اللي معها. الناس عندها مشكله بسياسه شرب السوائل. نحن عم نعاني، مع انه الحمد لله رب العالمين نحن قاعدين ببقعه صغيره كثير على الارض الكبيره، ميتها انك بتفتح الحنفيه بتشرب مباشره مي ظريفه وطيبه. صحيح. الفكره شرب السوائل، هذا اللي بصير مع هدول الناس. اي مريض عنده التهابات بوليه بسيطه، تمام، او اعراض مثل الحرقه البوليه، تكرار البول، صار لما يفوت على الحمام يحس انه عم يتعصور ليطلع كم نقطه، او عنده مثل ما تفضلت الدكتوره انه في عنده رمال او حصيات، زيادة السوائل هي الشفاء وليس أنت الشيء اللي أخذته. قد يساعد، نعم ما بننكر هذا الشيء، لكن مو هو السبب اللي خلاك تطيب. يعني أنت مو أخذت الطبت لا بس لأنك شربت لتر مي زيادة.
تمام. طب دكتور، هلا انا بدي اوجه لك عده اسئله وبدي تجاوبني عليهم بايه او لا. تمام، شويه اسئله سريعه. تمام. طيب، ممنوع منقوع البقدونس مفيد لحالات الالتهابات البوليه؟ هلا نفس المشكله، هو انه الفكره انه يقال عند اصحاب الطب البديل انه هو بيزيد من ادرار السوائل. ليش؟ انا بفسره علميا، هو عالي جدا بالاملاح. طبعا. زائدا هو عالي جدا بالاوراق الخضراء، بالاوكزالات، المواد اللي فيها عاليه الاوكزالات هي بتزيد نسبه الحصيات. فنحن بنقول، بنتمنى من كل المشاهدين، نعم زيدوا من البقدونس ليزيد شغلنا نحن بتفتيت الحصيات. تمام، مثل المتة، مثل السبانخ، كل شيء ورق اخضر دكتوره، ما بعرف مزبوط. الاوكزالات عاليه جدا فيها، مثل السبانخ، ملوخيه، خبازه، بقدونس، كزبره، متة، المشروب الشعبي عنا، النعنع، المليسه، كل شيء ورقه اخضر داكن، هذا بيزيد من نسبه الاوكزالات وبيزيد نسبه تشكل الحصيات بالجهاز البولي عند الناس ذات الخطوره. الاخذ نفس الفكره، هو عم بتخف عنه اعراض الالتهابات البوليه فقط لانه عم يحل الجراثيم والبكتيريا اللي عنده بالجهاز البولي ضمن اخذ من السوائل الجيد. تمام. طيب اللي بعده، ايه او لا، الحرقه المصاحبه بالتبول تعني دائما التهاب مجاري بوليه؟ نهائيا لا تعني ابدا. تمام. الصغار ما بينصابوا بالتهابات بوليه؟ يصابوا اكثر من الكبار. تمام. القهوه بتسبب التهابات بوليه؟ القهوه جدا مفيده، بفنجانين لثلاثه دائما بالترشيد، هذا الشيء منيح. تمام. الدخان بيأذي الجهاز البولي وتحديدا الكلى؟ التدخين مؤذي لكل الجسم لانه هو مواد مؤكسده دايركت عم تاخذيها باتجاه جسمك. تمام. طيب دكتور، بما انه شكرا لك دكتور، بما انه صرنا عرفنا الاجوبه تقريبا وصار عندنا درايه انه منيح الاعشاب، بس بدكم تعرفوا ان المي اللي هي سبب انه بسبب نحن شربنا المي هي اللي خلتنا نطيب. نعم. كيف انا بدي حافظ اني انا ما يصير معي التهاب مجاري بوليه؟ دائما صحه الجهاز البولي مهمه جدا. اول شيء للاطفال، لانه هن فتره بلوغ، بنخاف على اي التهاب بالجهاز البولي لاي طفل تحت عمر السبع سنين. اي التهاب بالجهاز البولي عاده بعيد الشر عنه هو خساره لجزء من وحده الكليه اسمها النفرون. اي بنحاول نخفف من هدول الالتهابات بانه اول شيء هلا بالايام الصيف انه نقول لهم كتروا لهم من السوائل، لو طلب ابنك اعطيه اكثر. طب في اطفال ما بتطلب، كمان بنقول له لازم انت تضل تحافظ على لتر ونص للترين. هلا نفس الشيء بمواسم السباحه، مواسم مسابح، مواسم الرياضه، الباسكت والنوادي الصيفيه، لازم تحرص عليه، لو كان انه قاعد عم يسبح كمان تشربه مي، لانه المسابح فيها مواد مثل كلور وغيرها وغيرها، هي الشغلات بتاثر كمان على صحه الجهاز البولي اذا اتاخذت بكميات عاليه. نحن كمان بنقول انه مع شرب المي مهم جدا انك تحافظ على الاطفال انه يفوت يبول، كمان بالرياضات وبالمواسم، ولما يشوفوا هالعيد والفرح والبسط تلاقي بيمسك حاله، لا نبهه دائما، بابا ماما روح على التواليت بول وارجع، لعبتك عم تستناك، او النادي والرياضه والكورس لسه ماشي. هي بالنسبه للاطفال. بنجي للبالغين، الناس اللي عم يشتغلوا هلا باجواء الحاره، كمان بنقول لهم لو سمحتوا خلوا دائما قدامكم كاسة المي مليانه، كل ما يصح لك تحكي كلمتين لاي حجه ممكن انه تشرب، صح هنا اشرب مي على قلبك، لانه هذا الشيء كثير منيح. لازم نحافظ على 10 ل 15 كاسه باليوم، هي التوصيات لاي شخص بالغ. تمام. اقل من هيك هو ما عم يشرب مي. طبعا بيجيني ناس وكثير هلا عم تكثر الزيارات، دكتور انا بولي صار غامق، دكتور انا بولي صار في حرقه، دكتور انا لاحظت دم بالبول او تغير باللون. لا، للاسف المشكله انه هو، وطبعا بيقول لك انا بشرب قنينتين مي، بيشرب قنينتين مي هو عم يشتغل بهالحراره. الحراره مثل هلا كل درجه حراره مئويه بتزيد عن ال 27 28 درجه بتخسرك تقريبا خلال اليوم وتعرضك الى لبين 100 ل 200 مل سوائل. فنحن اذا عم نحكي هلا معدل حراره 32، فكل واحد منا عم يخسر فقط تبادل لتبريد جسمه لترين للترين ونص، غير الحاجه اليوميه اللي هي لتر ونص. فنحن هلا بهالجو بحاجه بين 20 ل 25 كاسه من السوائل. صح. تمام. تمام دكتور خالد، شكرا كثير لوجودك معنا. لا الله يعني كالعاده دائما قعدتك ممتعه وحديثك ممتع. فقره خفيفه ولطيفه جدا، وشكرا كثير لكم لاستقبالكم. شكرا لك دكتور. الله يعطيكم العافيه.